أهلي في طرابلس والشمال وفي كل لبنان، حضرات الإعلاميات والإعلاميين الكرام، كما تعودنا في اللحظات الصعبة أن نقول الحقائق كما هي. نحن مدعوون اليوم باسم طرابلس وباسم كل اللبنانيين الشرفاء والمؤمنين بدولتهم والمؤسسات أن نضع الإصبع على الجرح، وأن ننبه إلى خطورة ما تعرض له المدينة من اعتداءات أصبحت تأخذ طابع المؤامرة. مرة جديدة يحاولون تدفيع طرابلس الأبية ثمن وقفاتها الوطنية والتاريخية الكبيرة وثمن تمسكها بخيار الدولة. فإلى متى سيستمرون؟ وإلى متى سيبقى هذا الجرح نازفا؟ هل يعتقد أحد بعد الآن أن هناك من سيبقى ساكتا على الاعتداء المبرمج والآثم على كرامة طرابلس وأمنها؟ إنه الاعتداء السابع عشر منذ أحداث السابع من أيار 2008 المشؤومة طبعا وليست المجيدة، ومنذ اتفاق الدوحة الذي نقضوه على مستوى الوطن والذي برهنوا من خلال الاعتداء على طرابلس أنه لم يكن سوى محطة لقضم ما تبقى من هيبة الدولة والمؤسسات. إنه الاعتداء الثاني عشر على المدينة بعد تشكيل هذه الحكومة المستقيلة التي كانت استقالتها أشبه باستقالة ميت، واليوم تحت أصوات الرصاص والقنابل التي تروع الأطفال على مدى 5 أيام، وعلى وقع الشلل الذي أحدثته هذه الاعتداءات المجرمة تعلن طرابلس وفاة هذا الخيار السياسي الخارج عن قناعاتها وثوابتها، وأعني بذلك سقوط خيار المحور السوري الإيراني في طرابلس. من هذه المدينة اللبنانية عاصمة الشمال، من هذه المدينة التي لم تساوم يوما على كرامتها، من مدينة الشهيد رفيق الحريري، من مدينة ثورة الأرز التي آمنت بالدولة، من هذه المدينة العظيمة التي تفخر بكبار من أبنائها كالرئيس الشهيد رشيد كرامي والمناضل عبد المجيد الرافعي، نقول للقاصي والداني: لقد طفح الكيل، ما جرى ويجري لم يعد مقبولا بكل المقاييس ويجب أن يتوقف فورا. فمن غير المسموح أن تترك زمرة مسلحة كمسدس مصوب إلى رأس المدينة لتهديد أمنها واستقرارها وسلامها. فأمن طرابلس ليس سلعة بيد النظام السوري وليس سلعة بيد حزب الله. أمن المدينة حق لها وليس منة من أحد، وعلى الدولة وعلى كل المسؤولين سياسيين وغير سياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه طرابلس. فالتغاضي عما يجري بات يهدد بخروج الأمور عن السيطرة، وإذا حصل ذلك لا سمح الله نكون قد دخلنا في المجهول، ولن يرحم التاريخ المقصرين والمتخاذلين. يهمني كابن لطرابلس الغالية أن أتحدث أمام الرأي العام بصراحة على بعض الكلمات تصل إلى حيث يجب أن تصل. أولا، لقد جرب النظام السوري إبان وساطته على لبنان أن يركع طرابلس وفشل. لقد هدم البيوت فوق رؤوس أصحابها وارتكب أبشع المجازر بحق أبنائها، ولا يمكن أن تنسى طرابلس في هذا المجال المجزرة التي تعرض لها أهلنا في التبانة عام 86، كما لا يمكن أن تنسى الشهيد البطل خليل عكاوي أبو عربي الذي اغتاله النظام السوري، كما لا ننسى كيف زج بعدد كبير من شبابنا الوطنيين في السجن السوري الكبير. اليوم تقول له طرابلس إنها لا تخاف منه ومن أتباعه، فهي قادرة على الدفاع عن نفسها بخيار الدولة والمؤسسات. وما لم يحققه بالأمس في عز سطوته وجبروته لن يحصل عليه اليوم بواسطة زمر مرتهنة. ثانيا، دعوتنا واضحة للدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها في تأمين أمن المدينة واتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرار الاعتداء على طرابلس، بحيث يكون الأمن لها وليس عليها. نعم، يكون الأمن لطرابلس وليس على طرابلس. إننا عندما نطالب بهذا الأمن لا نتسول حقا ليس لنا، بل نقول للجميع: هذا المسلسل يجب أن يتوقف، والقانون في المدينة يجب أن يطبق، وطرابلس جاهزة لتسهيل كل الإجراءات، وهي تنتظر من الدولة المبادرة السريعة كي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ. ثالثا، يخطئ من يعتقد أن ما يجري في طرابلس هو مواجهة مذهبية بين السنة والعلويين، فما يحصل هو اعتداء من زمرة تم تسليحها لضرب أمن طرابلس، جماعة ثبت للأجهزة الأمنية التي نشكر لها جهدها في كشف الجريمة الكبرى إن مجرمين يختبئون تحت عباءتها على الأقل ارتكبوا جريمتي التفجير في مسجدي السلام والتقوى. والتي أدت لاستشهاد أكثر من 50 مواطنا وإلى جرح المئات من أبناء طرابلس الأبرار. هذا الواقع يجعلنا نتوجه لأهلنا في جبل محسن أن يتخذوا الموقف المناسب لإدانة المسؤولين عن التفجيرات المجرمة. كذلك نتوجه إلى المرجعية الدينية العلوية لإدانة هؤلاء والتبرؤ منهم وإدانة المجرم حيان رمضان الذي يختبئ بعباءة رجل دين. كما نسأل الأجهزة الأمنية القادرة لماذا لم تبادر إلى اليوم إلى مداهمة أماكن هؤلاء المجرمين لاعتقالهم وسوقهم أمام القضاء ليصار إلى محاكمتهم وفقا للقانون منعا للسأر والانتقام والإخماد الثورة من داخل أهالي المدينة وأهل الشهداء والجرحى والمتضررين. طرابلس لا يمكن أن تقبل أن يتحول هؤلاء المجرمون إلى قديسنا جدد. نعم، طرابلس لا يمكن أن تقبل أن يتحول هؤلاء المجرمون إلى قديسنا جدد. نحن اليوم وفي الوقت الذي نؤكد فيه انحيازنا لمنطق الدولة وتمسكنا بأكثر من أي وقت مضى برفض الأمن الذاتي الذي واجهناه فيما كنا نغرق بدمائنا ودماء أبنائنا الذين سقطوا في انفجار طرابلس. نحن اليوم أمام لحظة الحقيقة التي يجب أن تقال. طرابلس لم تعد قادرة على تحمل هذه الاعتداءات. في الجولة السابقة أبلغ الرئيس سعد الحريري كل المعنيين أن عدم وقف هذا المسلسل الإجرامي ستكون له عواقب وخيمة، تماما كما فعل نواب المدينة وفعالياته وقياداتها. طرابلس لم تستطيع التحمل. طرابلس لا يمكن أن تقبل أن نكون شهودا على استهدافها دون أن نحرك ساكنا. طرابلس لم تعد تقبل وعودا وأقوالا بل تريد أفعالا، وهي تطالبنا بحقها الطبيعي في الأمن والاستقرار. صبيحة هذا اليوم اتصل بي دولة الرئيس فؤاد سنيورة معلنا استعداده للاعتصام في هذه المدينة إلى أن ينتهي هذا المسلسل الإجرامي. الأحرى والأولى بدولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزرائه الطرابلسيين أن يتركوا وزاراتهم ويعتكفوا في مدينتهم لإعادة حقها في الأمن إليها. أني اليوم أدعو أهلي في طرابلس من قيادات ومرجعيات وفعاليات وشرائح أهلية وشعبية إلى التشاور والبحث في خطة تحرك تعيد لطرابلس حياتها الطبيعية. لن نعدم أي خيار لحماية أهلنا ومدينتنا. نعم، لن نعدم أي خيار لحماية أهلنا ومدينتنا. في نهاية وقبل أن أبدأ بالأسئلة لابد من تطرق لثلاث نقاط، هي أولا تعويض على المتضررين بأحداث أو بتفجيري جماعي السلام والتقوى. مضى حوالي 3 أشهر وإلى اليوم لم تدفع أي تعويضات سوى فقط تعويض رمزي يبلغ $1000 فقط لا غير، ما يسمى بدل اللواء. إلى اليوم يوجد بيوت لم تعيد بناء الزجاج وما يحمي مساكنها من العواصف ومن الشتاء. بكل أسف الحديث، هلا وعود ووعود فقط لا غير. مضى 3 أشهر ولم تدفع التعويضات. وضع باب التبانة، يجب أن نشير أو نضع الإصبع على وضع باب التبانة. اليوم لا شك أن هناك أسباب سياسية وراء ما يحصل في لبنان، إنما هذه الأسباب السياسية تدعمها أسباب إنسانية واقتصادية واجتماعية. لا يمكن أن تبقى التبانة بشكل خاص ومناطقنا الشعبية في حالة من الحرمان وعدم وجود فرص عمل لهؤلاء الشباب. الحقيقة لا يمكن أن يكون الحل إلا سياسي وتنموي. هناك مشاريع كبيرة في مدينة طرابلس في الشمال عموما. الحقيقة هناك معرض رشيد كرامي الدولي، هناك مرفأ طرابلس، هناك مصفاة طرابلس، هناك مطار الرئيس رينيه معوض. يجب أن تفعل هذه المشاريع، يجب أن تفعل هذه المؤسسات لإيجاد فرص عمل لأولادنا ولأهلنا لحماية أي قرار سياسي أو أي قرار أمني من خلال التنمية والتنمية الاجتماعية والإنسانية. أفتح المجال للأسئلة لمن يريد. حضرة اللواء، تتهمون النظام السوري بأنه يقف وراء أحداث طرابلس. نعم. ولكن هل النظام نفسه هو من يمد المجموعات في باب التبانة بالسلاح؟ النظام السوري له زمر معروفة، الخيار أو المحور السوري، حزب الله أو السوري الإيراني. نعرف خريطة توزيع المجموعات المتعاملة معه، وهي مجموعات من المرتزقة لا يبنى عليها رهان. آسف أن أقول أن طرابلس تدافع عن نفسها وعن نفسها فقط لغير. لم تكن طرابلس ولا يوم من الأيام في حالة هجوم، كانت فقط في حالة دفاع. طرابلس كل تاريخها تراهن على الدولة وعلى مؤسسات الدولة، وهي مدينة مسالمة ومدينة للعيش المشترك. لكن كميات السلاح بباب التبانة اللي عم بيردوا على نيران لا تحسب أمام سلاح حزب الله وأمام سلاح مجموعات حزب الله أو سرايا المقاومة. لن نخجل في تبني أهلنا في المناطق التي تتعرض للهجوم. نعم هناك من بنى جيشا أشبه بجيش نظامي يرتدي لباس الجيش اللبناني ويستعرض قواته أمام كافة عدسات التلفزة وينتقل بألاف مع عتادهم وتجهيزاتهم على أعين جميع اللبنانيين. لا يمكن أن تكون الدولة تنظر بعينين، يجب أن تنظر بعين واحدة لكافة أبنائها. عندما يعتقل شخص من أبنائنا يزج بالسجون ولا ندري كيف يخرج منه، عندما تمر الدبابات والتجهيزات العسكرية أمام الحواجز الأمنية والعسكرية الرسمية، آسف أن أقول يجب أن تكون الدولة دولة عادلة ومنصفة لكافة أبنائها. شو صحة المعلومات اللي عم تتحدث بانتقال أكثر من 2000 مقاتل من عكار باتجاه باب التباني؟ لا صحة للكلام نهائيا، هذا كلام تعمية، هذا كلام لا يسند إلى وقائع نهائيا. أقول أننا في حالة دفاع وحالة دفاع فقط لا غير. نرجو الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها في حمايتنا، ونحن جاهزون لأن ننتقل إلى حياة المدنية. نحن ميلنا الطبيعي إلى أن ننتقل إلى الحياة المدنية. لا يجوز أن يقال أن هناك في لبنان بندقية غير شرعية وطنية وبندقية غير شرعية إرهابية. جميع البنادق غير شرعية هي غير شرعية وغير يجب أن تجرد من كافة الناس. مين عم يمنع الدولة من حماية أهل طرابلس؟ آسف أن أقول أن هناك تقصير، هناك خيارات سياسية لدى الدولة اللبنانية، لدى الحكومة اللبنانية، أن تكون إلى جانب خيار 8 آذار، إلى جانب خيار المحور السوري الإيراني في طرابلس. لا يمكن أن يجرنا أحد إلى هذا المحور نهائيا. خيارنا واضح، نحن مع الدولة السيدة، مع الدولة الحرة، مع الدولة المستقلة، نحن مع خيار الدولة. نرجو أن تكون الدولة مع نفسها وإلا ستخسر كثيرا. بالعودة إلى مدينة طرابلس، حضرتك تحدثت عن المعركة رقم 17. نعم. ملف طرابلس ينظر له فقط بالمنظار الأمني. لماذا الحكومات والدولة بشكل عام من فترات إلى الآن لم تنظر إلى تنمية المناطق المحرومة في مدينة طرابلس؟ لا يمكن، سبق وأنا عملت ولو عنوان فقط لغير أنه لا يمكن أن تحل أزمة طرابلس كما أزمة كل لبنان من منظار أمني فقط أو منظار حتى سياسي فقط لغير. هناك ارتباط وثيق ما بين الأمن والسياسة والتنمية. لا يمكن أن يكون هناك عدد ضخم من الشباب لا يجد قوت أولاده بكرامة وأن نقول له التزم بيتك أو نام بدون عشاء. إذن التنمية هي واجب، وما بدنا نخترع البارود لنقول كيف تعمل التنمية. نحن بشمال لبنان عندنا مشاريع كثيرة شبه معطلة. مرفأ طرابلس موجود، ممكن يعطي فرص عمل كثيرة للشباب. محطة تكرير الاي بي سي، المنطقة الحرة الخاصة، معرض رشيد كرامي، معرض مطار الشهيد رينيه معوض، كلها مشاريع لو تدب الحياة فيها تحرك الدورة الاقتصادية وتعطي فرص عمل كثيرة لشباب لبنان. هذه من أهم النقاط. سعادة اللواء هناك خطة الأمنية وين صارت؟ نعم. آسف أنا أقول، أنا كعسكري سابق أقول نحن لسنا في معركة العالمين. نحن في مدينة شارع طرابلس، شارع سوريا، بنعرفوا قديش طوله، قديش عرضه، قديش المسافه الفاصله بين المنطقتين اللي هن فيني اقول لكل الناس هن منطقه واحده مش منطقتين الحقيقه، واللي برضه شويه تفاصيل بعطيهم. اليوم نحن بالخطه الثانيه 10، مهزله اللي عم يصير الحقيقه، وكانه في احساس عند الناس انه ما يجري هو رعايه لخطه العبث بامن المدينه وليس لخطه لحفظ امن المدينه. لمصلحه مشروع حاول يفكر يوما ما انه يستطيع ان يهيمن على لبنان. لن يستطيع أحد أن يهيمن على لبنان إلا الدولة اللبنانية فقط لا غير. أقول للجميع عيدوا النظر بحساباتكم. نحن توافقنا كلبنانيين أن تحكمنا الدولة اللبنانية، ولا يمكن أي فريق يحكمنا مهما كانت قوته العسكرية. ما هي الخيارات حضرة اللواء إذا الدولة لم تستجب إلى هذا النداء، خاصة أنها نوديت عدة مرات ولم تستجب حتى الآن؟ الدولة التي لا تستجيب لهذا النداء ستسقط. هذه مش دولة. الدولة ما بترعى أولادها أنا برأيي مش دولة، لا تستحق الحياة. سنراهن أكيد على الوطن لبنان، سنراهن على الدولة اللبنانية. المسؤولين اللي بأسروا بواجباتهم يجب أن يسقطوا ويستبدلوا بآخرين، أن نتشارك في حكم هذا الوطن. مش حدا بيقدر ياخذ البلد محل ما هو بده بخياراته الخاصة. سيادة اللواء بالعودة للملف الأمني، هناك تقصير كما تتحدث عن بدور الأجهزة الأمنية بالتوازي مع العمل السياسي. هناك أعباء كبيرة على الأجهزة الأمنية. ألا تعتقد أن الأجهزة بحاجة إلى دعم لوجستي بالإضافة للدعم السياسي؟ أنا بتصور إمكانياتنا كدوله لبنانيه. اليوم نحن مش عم نحارب جيوش جباره الحقيقه. اليوم انا برايي في بقعه جغرافيه صغيره جدا فيها ناس اكيد ماخوذين رهائن، هن اهلنا ماخوذين رهائن في زمره مسلحه بكل اسف، مرتبطه بمشروع مشبوه، هذا مشروع غير قابل للحياه. سبقوا جربوا عده مرات لاخضاع شمال لبنان ومدينه طرابلس بشكل خاص لاخذ الى خيار سياسي معين، لن يستطيعوا مهما كلف الامر. نحن عندنا خيارنا الحر، عندنا خيارنا الدوله اللبنانيه، عندنا خيار الوطن السيد والحر والمستقل، وسنبقى على خيارنا. اليوم ساعه كان الوكيل الاصلي السوري ما قدر يركع مدينه طرابلس بالرغم من مجازره واعتقالاته والتنكيل بالشباب تبعنا، نحن بقينا على خيارنا. اليوم الوكيل لن يستطيع ان يقوم بما قام فيه به الاصيل. عليه ان يحترم خياري، وحيحترم خياري غصب عنه، ولن يستطيع ان ياخذني الى مكان انا لا اؤمن فيه نهائيا. انا لبناني سيد حر مستقل، هكذا ارى لبنان وهكذا سانواضل ليبقى لبنان. عندنا سؤالين. نعم تفضل يا رشيد. صار يعني 5 ايام اشتباكات عم يصيروا، امبارح الليله الماضيه كانت بدنا نعرف يعني على الاطلاق ومهدت القذائف بالمره، هل هناك مساعي لليله تكون ليله هادئه نسبه عن ايام المرأة؟ اليوم بكل اسف الناس تقريبا فقدوا ثقتهم بكل الاجتماعات اللي عم تعقد على المستوى الرسمي وبكل الكلام اللي يحكى على المستوى الرسمي. اليوم امل انه خلال ساعات معينه نشوف نتائج ملموسه، ما نشوف بس حكي بحكي بحكي. طرابلس ما بقى تسمع حكي نهائيا، حكما في حال اذا سقطت الدوله حكما حيكون عندنا بالتشاور مع كل المعنيين بطرابلس لخطه تحرك مش خطه حكي فقط لا غير. منى تفضلي. تحدثت عن دور لحزب الله، يعني هل تقولها صراحه انه الحزب عم يشارك بالاشتباكات؟ نعم اقولها صراحه. حزب الله يمد هذه الزمره المسلحه بسلاحها ويمد بتعليمات ويمد باموال كثيره وكبيره جدا. حاجه نخبي حالنا بالرمل، نعمل مثل النعامه. وهل دولتنا اقوى من الحزب لحتى تردع؟ اسف، نحن قدام دوله ودويله. يبدو الدويله حاليا بكل اسف هي مهيمنه على الدوله. هناك بعض المؤسسات القضائيه، هناك بعض المؤسسات الامنيه والعسكريه تدور بفلك حزب الله. معلش مشان هيك عم نطالب الدوله اللبنانيه كوني منصفه مع اولادك، بالعكس الاحرى تكون الى جانب الضعيف مش الى جانب القوي، بس البعض بيعتبر حاله انه القوي ممكن يوصلوا لغاياته الشخصيه، مشان هيك عم يرتهن او عم يسلم قراره للقوي، ما حدا قوي الا الوطن فقط لا غير. الدويلات نحن جيل عشنا بعض المحاولات وسقطت واذت لبنان. اليوم بكل اسف امل ان تكون تجربه حزب الله بمحاوله الهيمنه على لبنان كانت اخر تجربه يقدم عليها فريق لبناني. يكفي لبنان تعبا، ما بقى في يحمل الحقيقه لبنان. يلا السؤال الاخير، في سؤال بعد اذا بتسمح. شو بتقول للمقاتلين؟ نداء لأهل، تذكرنا بالنظام السوري. نداء لأهالي التباني والقادة المحاور، يعني التباني شو بتقول لهم اليوم؟ انا اعترض على تعبير قادة المحاور. في حدا عم يحاول اعلام اصفر عم يقول قادة المحاور لنخجل باولادنا. هال اولادنا نفاخر فيهم، هال ابناء الاحياء سميها. اليوم حزب الله انشا جيش كامل تقريبا بنفس لباس الجيش اللبناني، وبكل اسف ما حدا بيقول له شو عم تعمل نهائيا، يستعرض قدام كل الوسائل الاعلاميه. انشا ما يسمى بسرايا المقاومه لمجموعه زعران، كونهم للمهمات الوسخه، ما بنعرف شو دورها تمام الحقيقه. اخر شيء اللي بدافع عن حيه هذا اشرف من سرايا المقاومه، بالعكس عنده نفس اذا بدك المعنويات والشرف اللي بيقوم فيها المقاومين الحقيقيين. مش عم اقول الاخرين اللي قاوم جيش اسرائيل اللي احنا زقفنا له واللي احنا حمينا بعيوننا، انما اللي بيوجه سلاحه عند اهلنا هذا مش مقاوم، هذا ازعر، هذا خارج عن القانون، ونحن حندافع عن اولادنا وعن اهلنا مهما كلف الامر. بقول اهالي السكان، اهالي الاحياء، لسكان المناطق المحاذه لمناطق الاشتباكات، بقول لهم نحن معكم، نحن معكم، نحن رهاننا، نحن وياكم على الدوله اللبنانيه. سمعت امبارح اصوات البعض منهم اللي عم يطالب الدوله اللبنانيه تقوم بواجباتها. بضيف صوتي لصوتهم لاقول للدوله اللبنانيه واجبك تامن لي امني، واجبك تعمل خطه امن، تعطيني الامن لالي، ما تعمل لي حصار علي انا نهائيا. الناس بلبنان منا اغبياء، بتعرف تقيم انه هذا التدبير لصالح المواطن ولا تدبير لصالح مشروع مشبوه. لن يتمكن احد يخدع مشاريع مشبوهه، لن يتمكن احد يخدع مشاريع لا نؤمن فيها نهائيا. نحن مع الدوله اللبنانيه، مع الدوله العادله، مع الدوله المنصفه، مع الدوله المحقه واللي بتحترم كل اولادها. شكرا جزيلا للجميع. شكرا.